مشاهدينا صباح الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج حوار مع الكبار. طبعا الحلقه اللي فاتت احنا فعلنا هاشتاج بمبادره دعم الشباب والفتيات، وهيكون معانا النهارده من هاشتاج المبادره هيكون معانا المطربه الشابه من علي. بنرحب بيكي، صباح الخير عليكي من صباح النور. انا حاساكي كده مرتبكه شويه وخايفه، مع ان احنا مطربين جامدين قوي، صح ولا ايه؟ طبعا انت منورانا النهارده في برنامج حوار مع الكبار، وفي البدايه كده حابه ان انت تكلمينا عن نفسك الاول. تمام. انا بدأت الغنى من سن 8 سنين. اللي اكتشفني المايستر احمد زكي. كنت في قصر ثقافة المنصورة تمام، وطلعت انت طبعا حفلات، جاي لنا من المنصورة، وتحية لكل اهل المنصورة طبعا. وبعد كده طلعت حفلات، وبعد كده توجهت لدار الأوبرا وبدأت أطلع حفلات بقى كتير. و انت اكتشفتي ده، انت اللي اكتشفتي موهبتك ولا حد اكتشف ان انت صوتك حلو؟ لا، أنا ما اكتشفت هو سن 8 سنين موهبتي. ده الصوت بيبقى كويس بس لسه مش كامل، صح ولا ايه؟ أنا حسيت إن صوتي مميز، فبدأت في الأول إني أعرض نفسي على المدرسين المدرسة، وبدأوا يدعموني ويطلعوني حفلات. وبعد كده طلعت قصر الثقافة، وبدأت واحدة واحدة بقى أطلع حفلات وكده، وبعد كده طلعت دار الأوبرا بقى. برافو، يعني انتي اصلا عملتي حفلات وكده وشاركتي في حفلات وغنيتي بقى قدام ناس، يعني المفروض وهتغني لنا النهارده، صح ولا ان ايه؟ شاء الله. طيب احنا طبعا احنا النهارده المفروض ان احنا قايلين ان هيكون معانا ضيف عزيز علينا جدا، وطبعا انتي كمان وجهتي له الدعوه من خلال البرنامج، هيكون معانا استاذ عادل عمار ان شاء الله هيكون معانا بعد الفاصل، فهنطلع لفاصل ونرجع لكم تاني، انتظرونا. مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين في برنامجنا حوار مع الكبار، وطبعا هيكون مشرفنا في الفقرة دي استاذ عادل عمار مؤسس ورئيس مهرجان اوسكار ايجيبت. بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيكي، وسعيد دايما بان انا معاكي. طبعا حضرتك منورنا، الله واكيد يخليك، طبعا حضرتك مش ضيف للبرنامج، حضرتك صاحب البرنامج يعني. وانتي اخت عزيزه، انا بتشرف بيكي ميرسي دايما. جدا لحضرتك، حضرتك نورتنا الله النهارده. يخليك. وطبعا انا حابه في البدايه كده بدايه فقرتنا نتكلم عن ان حضرتك طبعا بما اننا عارفين وكل الناس عارفه ان حضرتك داعم دائم للشباب، تمام. فمنا مطربه شابه جميل، لسه في بدايه حياتها، تمام. فمنا لما جت من خلال هاشتاج مبادره دعم الشباب والفتيات فقالت انا عاوزه اطلع مع استاذ عادل عمار بالاسم، ربنا يخليها، ده وهي شرف ما ليا. كانتش عارفه اذا كنا احنا على صله بحضرتك اصلا او لا. أي. فحضرتك طبعا لما وجهنا لك الدعوه حضرتك طبعا رحبت جدا كالعاده، تمام، وتواجدت معانا النهارده، بنشكر حضرتك طبعا. الله يخليك. منا طبعا هي هتكلمنا عن نفسها تاني علشان حضرتك تسمع يا ريت. هي بدات ازاي، يا ريت سريعا يا منا. بدات في حفلات المدرسه، وبعد كده رحت قصر ثقافه المنصوره، مايسترو احمد زكي اكتشفني، وبعد كده طلعت دار الاوبرا وبدأت أطلع حفلات، وبدأنا الغنى من وبدأ 8 الغنى سنين. بقى. سنين. بديت الغنى وانت عندك 8 سنين، والله برافو عليك. برافو عليك جدا طبعا. طبعا احنا هنسمع من النهارده معانا، هتغني لنا 3 اغاني زي ما قالت لنا، بس طبعا يعني بما ان منا مطربه حضرتك كمان عملت حاجه، ضفت كده حاجه للمهرجان، مهرجان اوسكار ايجيبت، اللي هو دعم الشباب اللي بيغنوا، وحضرتك طبعا هتعمل ده في الدوره الجديده، فحابه حضرتك تكلمنا عن الموضوع ده. بصي حضرتك، اكمل المهرجان بقى اسمه الصالون الثقافي، تمام. بقينا صالون يجمع كل المواهب، الغنى والتمثيل والاخراج والشعر والالقاء، كل انواع الفنون، فبالتالي احنا بندي فرص للشباب. بس يمكن الدوره اللي فاتت زي ما حضرتك شفتي كده، احنا كان معانا 9 مطربين شباب، وكان حلمي عبد الباقي واقف بنفسه، الفنان فعلا. الكبير، بيكرم الشباب دي وبيسمعهم وبيسقف لهم وبيحمسهم. فاحنا باذن الله تعالى الدوره اللي جايه بقى هناخد الموضوع بشكل اوسع واعمق، بحيث ان المطربين اللي هيبقوا موجودين يبقوا من خلال مسابقه، واخده بال حضرتك، ويبقى معانا كمان قامات موسيقيه، ويدعمهم قامات وفنانين طبعا. يعني ان شاء الله حلمي بكر جاي ومحمد ضياء ومحمد، ان شاء الله طبعا ده اللي متعودين عليه من مهرجان اوسكار ايجيبت، ربنا اكيد. يخليك. فعاوزين نسمع بقى منا، يا ريت يا ريت. هتسمعينا ايه بقى؟ مطنقة جفن. يلا نسمع اغنيه صعبه. مطنقة جفن ومر وبكى ورحم عوده، حيران القلب معذبه، مكروح الجفن مساده،
يستهول الورد أوي ويذيب الصخرة تنهدي ويناهي النجم ويتعب ويقيم الليل ويقعد الحسن حلفت بيوسف والصورة أنك مفرد الحسن حلفت بيوسف والصورة أنك مفرد وتمنت كل مقاطعة يدها لو تبعث تشهد جحدت عيناك زكية كذلك خدك يجحد قد عز شهودي إذ رامت فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر وش يفسده ما بال العزل يفتح لي باب السلوان وأقصده ويقول تكاد تجن به فأقول أوشك أعبد مولاي وروحي في يده قد ضيعها سلمت يده مولاي وروحي في يده قد ضيعها سلمت يده ناقوس الليل دخوله وحمايا الأضلاع معبده وحمايا الأضلاع معبده انا هعيط من صوتي زمن الفن الجميل. انا عاوزه ارجع لها لحته يعني انت مين مثلك الاعلى في الغنى؟ انا حاسه ان هي في حته معينه يعني هي بتغني في حاجه يعني الشباب اليومين دول طالعين بقى في المهرجانات فانا شايفه هي متجهه لحته تانية. وعلى فكره منا صغيره في السن يا جماعه بس مش هنقول سنها كام بناء على رغبتها طبعا. فقولي لي بقى لا ما شاء الله عليها قولي لي بقى مين مثلك الاعلى في الغنى؟ محمد عبد الوهاب. يا سلام شوفي رايحه فين؟ راحت في حته ما قالتش حمو بيكا يعني لا برافو بجد عليكي نجاة الصغيره الله ما شاء الله. طب قولي لنا بقى مين اللي دعمك يا منى؟ مين اللي اداكي السبورت الجامد ده ان انت تبداي وتكملي ولسه مكمله ولسه ليكي خطط مستقبليه كمان؟ العيله في البيت سبورت اهم حاجه اهم حاجه. طبعا البيت فيه تشجيع يبقى خلاص كل حاجه بتمشي طبعًا. زي الفل طبعا. إيه طبعا استاذ عادل دايما داعم دائم للشباب وبنقولها تاني وتالت ومليون ربنا يخليك. فحضرتك توجه لها رساله تقول لها ايه بعد الصوت اللي سمعناه ده؟ اولا البنوته دي احنا لينا دور مهم ان احنا نحافظ على المواهب اللي زي دي يعني. وانا بقولها لك اهو والله باذن الله تعالى ما في دورة من المهرجان إلا ما أقدم لك دعوة وتيجي وتغني إلى أن يأتي ربنا سبحانه وتعالى الفرج بقى ويبقى ليكي مكانة اللي أنت هتستحقيها. على فكرة دي مش مجاملة ليكي، دي دعوة رسمية من مهرجان أوسكار إيجيبت ليكي. كل دورة تيجي كل يوم من أيام المهرجانات تيجي وتغني واخدة بالك أنت لغاية لما ربنا يسهل لك أمرك كده ويطلع حد محترم يتبنى موهبتك بجد يا رب ان شاء الله. دايما كلام استاذ عادل بيكون سبورت كمان. لا والله بجد انت حد كويس جدا وربنا يا رب يوفقك. برافو عليكي. هتسمعينا ايه تاني؟ سمعينا حاجه تاني لازم، احنا مش هنسيبها النهارده طبعا. هتسمعينا ايه تاني؟ مطلوب من كل وطني. يلا ماشي. الله اختياراتها فظيعه صعبه وجميله فيها طرب. امسكي بس المايك من تحت شويه، من تحت مش من فوق. مطلوب من كل وطني، من كل وطني، مطلوب من كل مصري، من كل مصرية، مطلوب من كل وطني، من كل وطني، مطلوب
أخ من كل أخت، ما نقولش إيه ادتنا مصر، نقولها ندي إيه لمصر، ما نقولش إيه ادتنا مصر، نقولها ندي إيه لمصر، يا حبايب مصر، يا مصر 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 يا حبايب مصر حبايبنا، مصر الحياة مصر الأمل مصر الشهامة والعمل، مصر الحياة مصر الأمل مصر الشهامة والعمل، على حجرها نمنا على حسها أمنا، وبشمسها الحلوة نورنا أيامنا، وبحضنها فينا وبدلها مشينا، وقلوبنا لو عطشت نلها بيروينا، مصر النجاة مصر السفينة، أغلى أمانة في إيدين أمينة، من كل أب من كل أخت من كل أخ من كل أخت، ما نقولش إيه ادتنا مصر، نقولها ندي إيه لمصر، ما نقولش إيه ادتنا مصر، نقولها ندي إيه لمصر، يا حبايب مصر، مصر 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 يا حبايب مصر حبايبنا. اسمها منى علي. منى برافو يا منى بجد. منى بسيطة في كل حاجة، صوتها هادي حنين كده. زمن الفن الجميل. فعلا صوتها فظيع بجد، ما شاء الله عليك يا منى. يا ربي يوفقك. منى كلمينا بقى عن خططك المستقبليه بقى، بتفكري في ايه الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله بفكر ادخل معهد موسيقى. جميل. وادرس الموسيقى بقى بالتفصيل اكتر. تمام. انت بقى هل متفوقين في دراستنا كده زي لونا ولا طبعا. لا؟ طب بقى بتوفقي ما بين ده وده ازاي؟ يعني نقول حتى للشباب والبنات اللي عندهم مواهب ومش عارفين يتعاملوا مع الموهبه بتاعتهم، يناموا من الموهبه بتاعتهم بجانب الدراسه، دايما في ناس تلاقي عندهم مواهب كويسه جدا ويقول لك بعد ما اخلص دراستي ابقى اتجه بقى للموهبه، تكون الموهبه اتدفنت خلاص. بالظبط. فانت تنصحيهم بايه كشاب في سنهم؟ يعني هو انا في الاول ما كنتش بعرف اوفق، بس مع الوقت بقيت عارفه اوفق بين ده وده. يعني دلوقتي في مثلا ساعتين للغنى يعني 4 ساعات مثلا للمذاكره، فمقسمه وقتي بحيث الساعات، يعني في جدول كده ماشي عليه. برافو، دايما ان شاء الله نشوفك ناجحه. هي عشان الموهبه متملكه منها جدا وطاغيه على شخصيتها فعلا، فبتديها جزء من وقتها. انت عارفه لو هي المساله بالنسبه لها فعلا. هي قالت لي كلمه بره، قالت لي ان انا وانا 8 سنين انا اللي اكتشفت في نفسي ان انا بعرف اغني. يعني هي غير بقى اللي نماها استاذ المايسترو احمد زكي، طبعا بنشكره جدا انه طلع لنا موهبه زي دي، ولكن هي بتقول وهي 8 سنين هي اكتشفت في نفسها ده. ففعلا هي صح ان هي اللي بتوفق ما بين وقت المذاكره، فبالتالي هي ناجحه في ده وناجحه في ده، برافو عليها. اهم حاجه ما تستسلمش للاحباط طبعا. يعني هتقابلي دي بقى النصايح اللي احنا عاوزين نسمعها من حضرتك. هتقابلي ناس محبطه جدا، تديكي دايما طاقه سلبيه، ما تبصيش ليهم خالص، حاولي بقدر الامكان ان انت حاطه هدف قدام عينيكي. احنا دلوقتي بينا مرضى نفسيين، وبالذات لو انت بتروحي على الفيسبوك كتير هتلاقي ناس ما لهمش اي قيمه، اللي تقول لك انا سفيره، اللي تقول لك انا فكرتني بحاجات. واخد بالك انت؟ لا، انت خليكي في موهبتك بس، واخد بالك؟ وربنا يا رب يوفقك. وانا عن نفسي والله لو ربنا اداني طولة العمر اني انا ما هسيب مهرجان من مهرجاناتي الا واجيبك وتغني.
يا رب ان شاء الله واحطك في احسن صوره. طبعا بنشكر حضرتك انك دايما بتدعم الشباب يا استاذ عادل. وطبعا احنا اتكلمنا كتير في برنامجنا على مدار حلقات حضرتك معانا عشان انت بس المهرجون. حد محترم يا شكرا لحضرتك شكرا والله. لحضرتك عن المهرجان وبدايات المهرجان والصعوبات وكل حاجه. عاوزين بقى نعرف الجديد الحلقه دي، عاوزين نعرف ايه الجديد لمهرجان اوسكار ايجيبت في دورته التاسعه ان شاء الله. ان شاء الرحمن هي الدوره هتبقى مهداه لعزه تبعوف ان شاء الله. الله وده يرحمه. موسيقي قبل ما يبقى ممثل طبعا يعني. الله يرحمه الله يرحمه ويحسن اليه. انا طبعا اتصلت بمها ابو عوف وقلت لها انا هاخد الدوره الجايه هخليها باسم. كانت معانا في الدوره الثانيه كمان، فهي رحبت طبعا وان شاء الله هيبقى الفور ام هيبقى موجودين. وقلت لها برنامج المهرجان بتاعي تكريم الشباب زي ما هي شافت المره اللي فاتت ان شاء الله، وتكريم السيدات العاملات الناجحات طبعا. وبعدين هنخش على مسابقه للغنى. قالت لي جميل جدا، انبهرت بالجزء ده جدا ان مهرجان اوسكار ايجيبت دايما. وعاوزه حضرتك تنوه عندها هنا برضو في البرنامج ان مهرجان اوسكار ايجيبت دايما بيدعم دون ما يبص ده مين او ده ابن مين او ده جاي عن طريق مين. يعني حضرتك دايما بتدعم الشباب، دايما شفت منها حضرتك ما تعرفهاش ولا في سابق معرفه. واول حاجه قلتها لها انت معايا في كل دوراتي وهتطلعي تغني على الستيج في اي يوم. على فكره المهرجان كمان مش بيتعمل يوم واحد، يعني الدوره مش يوم واحد، تبقى كذا يوم، اربع ايام. فحضرتك وعدتها بده، فعاوزه حضرتك برضو توصل للناس ان حضرتك بتعمل ده كدعم للشباب. فاكره ايمن السبح؟ طبعا اللي هو بيغني عبد الحليم حافظ. لسه كنا بنتكلم عنه بره. ماشي. ايمن انا بالصدفه لقيت حد مشير له اغنيه بيغنيها مع نفسه كده، فالولد سمعته انبهرت بيه، رحت داخل انا اللي بعت له طلب صداقه وبعت له رساله قلت له يا ايمن هات رقمك. على طول الولد اول ما شاف الرساله راح باعت لي الرقم، واخده بالك؟ وتواصلنا مع بعض وما بقتش اسيبه في اي يوم من ايام المهرجان واجيبه. لحد دلوقتي الحمد لله بدات المسائل تفتح عنده، والولد بيتاخد في قنوات فضائيه. كان لسه من يومين في ليله راس السنه كانت واخده الفضائيه المصريه سهره كامله معاه هو وبنوته ثانيه كانت مطربه. حلو جدا ما شاء الله. جدا. فبالتالي انا ما ببصش انت مين وجاي لي من طرف مين، انا حسيتك اقول لك تعالى. نفترض ان في حد تاني مقتنع بموهبه اخرى اقول له طب اوكي هات. الفيصل الجمهور مش انا، انا مش اكتر من انا مأجر المكان وفتحه لاي حد عاوز يجي ويغني، واخد بالك؟ فالنماذج والمواهب الجميله اللي زي منا دي احنا لازم نحطها في عينينا، لازم يعني خلاص هي من غير تقييم. بسم الله ما شاء الله عليها ربنا يوفقها يا رب. وبس نصيحتي ليها ما تستسلمش للاحباط وما تقعدش على الفيسبوك كتير. دي اهم حاجه. الفيسبوك دلوقتي انت هتفاجئ السوشيال ميديا عامه. والله ده انا احنا بنشوف حاجات غريبه جدا على الفيسبوك. بنت عندها 22 سنه النهارده تروح منزله بص انها بقت سفيره، تاني يوم بقى انها بقت مستشاره اعلاميه، ثالث يوم واخده الدكتوراه الفخريه 22 سنه. طب ما لما يبقى عندك 40 سنه وتحققي مكان. هو ده بقى بيخلي البني ادم يقف في مكانه، هي خلاص بما انها خدت البوزيشن ده من غير اصلا اي تعب ومن غير ما عارفه هو معناه ايه اصلا. بالزبط. فبتقف في مكانها وبالتالي بقى بتبتدي تتراجع بعد فتره، بتبتدي ترجع هي مش عارفه هي في ايه ولا بتعمل ايه، فهي بالتالي مش شغاله على نفسها. بالزبط. لكن احنا طبعا بنماذج مشرفه زي منا معانا النهارده طبعا، نموذج يشرف. نشكر طبعا باباكي ومامتك ان هم طلعوا لنا موهبه جميله زيك. انا عاوزاكي دلوقتي تقولي لي طبعا قبل ما نختم وناخد اخر اغنيه، عاوزاكي تقولي لي ايه اكتر النوع اللي انت تمام، ايه النوع اللي انت بتفضليه من الغنى، طرب بقى وكلاسيك ولا بتفضلي ايه بالظبط؟ والمهرجانات ايه رايك فيها سريعا قبل ما ناخد اخر اغنيه؟ بحب الطرب اللي هو الفن القديم قوي، ودايما بحب احيي التراث الحاجات اللي هي القديمه. السلام. دي برافو عليك. يعني هي خلاص هي كلمه ونص وهي لخصت قبل ما اسالها عن المهرجانات ولا عن اي حاجه. لا خلاص هي عارفه هي هدفها ايه وموهبتها رايحه فين. برافو عليكي. انا طبعا بشكر حضرتك يا استاذ عادل، حضرتك نورتنا النهارده وبنشكرك جدا ان انت دعمت منا معانا النهارده ونورتنا. الله يخليك. وبشكرك جدا يا منا. وطبعا هناخد بقى اخر اغنيه معانا في التتر. ومشاهدينا انتظرونا الحلقه الجايه ان شاء الله الاسبوع القادم في برنامج حوار مع الكبار. ليالي الأنس في بينا نسمها منها والجنة نغم في الجو له رنة سمعها الطير بكى وغنى ما بين رانين
ورنت الألحان قد الأوان مياس يا عاطف الأقصار.